السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال حكماء وأعيان المنطقة الغربية وطرابلس الكبرى والمنطقة الوسطى إن حكماء وأعيان مدينة ترهون نقضوا العهود ومواثيق الصلح التي عقدت سابقا، وأنهم ساندوا ودعموا مجرم الحرب حفتر في حربه على العاصمة. وشدد الأعيان في بيان لهم على أهل ترهون بأن يسحبوا أبنائهم من ساحات القتال وردهم إلى حاضنة المنطقة الغربية، كما حملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية لقيادات ترهون على الجرائم المرتكبة في حرب العاصمة، مضيفين أن على قيادات ترهون طرد كل القوات الموالية لمجرم الحرب حفتر من كامل الحدود الإدارية للمدينة. أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي محمد جنونو على جاهزية القوات المسلحة للجيش في محاورها ومواقعها بعد الانتصارات التي حققتها وإكمالها للطوق الأمني الأول في محيط العاصمة. وأكد جنونو سعي الجيش لمساعدة المدنيين العالقين في أرض المعركة والتعاون مع الأجهزة المدنية ذات الاختصاص لتوفير ممرات آمنة. تداول ناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي أمس الأحد مقطعا يظهر عددا من ميليشيات حفتر وهم ينكلون بجثة لأحد القتلى. وقوبل هذا المقطع بحملة استنكار واسعة باعتبار أنه يخالف تعاليم الشرع الحنيف وحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية، فيما برر عدد من النشطاء التابعين لميليشيات الكرامة أن هذه أعمال فردية. هذا وقد عرفت ميليشيات الكرامة بتنكيلها بالجثث ونبشها للقبور وتعذيبها للأسرى وغيرها من الأعمال غير المشروعة بعد عدوانها على بنغازي ودرنا. صرح الناطق الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي لقناة التناصح بتجدد الاشتباكات بمحور المطار بعد هدوء نسبي شهده المحور الأيام الماضية. ذكر المجعي أن قوات الجيش الليبية التابعة لرئاسة أركان الوفاق تقدمت بالمحور على أكثر من جهة خلف المطار وتمكنت من الالتفاف على تمركزات لميليشيات مجرم الحرب حفتر التي سيطرت عليها في وقت سابق. ذكرت مصادر من وزارة الخارجية أن عددا من الموظفين في السفارة الليبية في القاهرة طلبوا من باقي العاملين بالسفارة مغادرتها على الفور وإعلان تبعيتها للحكومة المؤقتة التابعة للبرلمان المنحل. وكشفت المصادر أن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تواصلت مع السلطات المصرية لإعادة السفارة لحكومة الوفاق. وتأتي هذه الخطوة المتمثلة في إعلان بعض الموظفين ولائهم لحكومة الثني دعما لمجرم الحرب حفتر بعد رفض السفيرة الليبية بالقاهرة الموالية لحفتر حنان زغبية الاستجابة لطلب وزير الخارجية محمد سيالة في إصدار بيان إدانة لهجوم حفتر على طرابلس، الأمر الذي أوجب على سيالة استبدالها بسفير جديد. كان هذا آخر خبر في هذا الموجز. دمتم في أمان الله.